السيد الوزير، هذه الولايات زادوا فيها عدد الأسئلة لأن الحكومة فشلت في تدبير العديد من الملفات، ومنطق أن الأسئلة ستتزايد. المسألة الأولى، الحضور في البرلمان والإجابة على الأسئلة الشفوية ليست هو المعيار. المعيار هو عطي لي شحال من جلسات حضروا فيها القطاع الوزراء. الوزراء كاين اللي ما كيجيش كاع إطلاقا، عطي لي العدد الحضور كل وزراء. هل المعيار؟ المعيار السيد الوزير أعطينا عدد الاسئله اللي احترمتوا فيها الاجل الدستوري ديال 20 يوم، كتبقاو تدوز عامين وتعطيونا اسئله بدون بناء وبدون حتى طريقه التحيه ديالها يندى لها الجبين. الحكومه تحتاج الى تأطيع في بناء اجوبتها على اسئله البرلمانيين السيد الوزير. اليوم عندنا في اللجان مواضيع لا تتم الاستجابة لها. هناك من المسؤولين في الحكومة من يقول حشومة أنكم تجيبوني للجنة مرتين في السنة، خليوا تنجيكم في الميزانية القطاعية. واش هذه هي الحكومة التي نتحدث عن حصيلتها؟ الحصيلة اليوم نقشها في رقابة، لكن انتم رفضتوا أنكم تناقشوا معنا الحصيلة ديال منتصف الولاية في اللجن على حساب القطاعات. واش هذه هي الحصيلة رقابية سيد الوزير؟ نهضوا واقعيين ونعطوا ارقام للمغاربة اللي هي صحيحه. شكرا سيد الرئيس. اولا انا حينما تحدثت عن مجلسي البرلمان، تحدث عن مجلسي البرلمان سيد نيمو، ما غتورينيش شكون هو البرلمان. انا هذا الشيء ندوز فيه 21 عام دابا. هذا البرلمان، انا اتحدث عن البرلمان. كنشكرك السيد النائب على الموضوعيه في تناول الموضوع. بالفعل هناك مجهود، ومجهود كبير جدا اللي وصل في بعض الحالات 84%. وهذه الارقام هذه شنو كتاكد بان هناك عمل كبير كتقوم به الحكومه بالجوب. انا متفق معك، نجود ونعمل مجهود في التجويد، ولكن السيد النائب المحترم، هنا نتوجه للسيد النائب من الفريق الاشتراكي، منين يجيني سؤال كتابي في حصيله مخطط المغرب الاخضر في 82 اقليم؟ نفس السؤال، كتغير غير الاقليم. هل يمكن ان اعتبره سؤالا كتابيا؟ كيبان بان الهدف ديالو هو نرفع عدد الاسئله الكتابيه، يرفع عدد الاسئله الكتابيه. لا يمكن ان نناقش حصيله عمل الحكومه في اللجان لانها غير دستوريه السيد النائب المحترم، وما نسمحش لك تعطيني الدروس، لان هذا غير دستوري. الدستوري هو ان نناقش داخل اللجان المواضيع الانيه والقوانين، وهذا لم تتخلف الحكومه يوم على انها تجي وتناقشوا بكل جراه. نجي الان للاسئله الكتابيه، هذه النسب اللي قدمتها الان، وهذه الاسئله الان بالنسبه للاسئله الشفهيه، واش جاوا الاشباح لهذه القاعه هما اللي جاوبوا؟ الحكومه هي اللي جاوبات، وصلت ل 3993 جوابا، هي من اجابت. وهذاك الكلام ديال حكومه حاضره غيبه، اسمح لي نقول لك فيه مغالطات كثيره جدا، لانه من يجيب؟ هل وصلنا الى مستوى انه يجوا مندوبين يجاوبوا في بلاصه الحكومه؟ ابدا. الوزراء هم الذين يجيبون، هم اللي قدموا 3900. ربما نتفق مع السيد النائب المحترم والسيد الرئيس يقول لي الموضوع، انا هنا نقول له وي نعملوا مجهود، ولكن باش تقول لي الحكومه غير حاضره؟ اكثر الحكومات حضورا في البرلمان هي هذه. الا كاين شي موضوع اخر قلب عليه، انما هذا الموضوع لن اسمح لك انك تبني عليه شي مغالطات اللي هي غير حقيقيه. دابا الان جيو اللجان، فين عمر شي واحد قال لك ما نجيش للجنه؟ فين شي وزير قال لك ما نجيش؟ ولا كنتي كتعرف شي واحد قلنا شكون هو؟ لانه شوف، العلاقه بين المؤسستين هي علاقه دستوريه، هي علاقه بنيه على النظام الداخلي وفيها احترام دقيق. اما المغالطات ونرميو باتهامات يمينا وشمالا، هذا غير مقبول. شكرا سيد الرئيس. ما تنساوش تابوناو فلاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.